مراية الحب عمياء؟ لا تخزي. لا مراية الحب فلة منورة. ده باين. أول مرة حبيتي فيها كان عندك كام سنة؟ يا ديني كان عندي 16 سنة. حبيت واحد اسمه سليم، كان طالب عند بابا ومؤدب قوي. بس هو وقتها الحب كان ايه، اللي هو نظرات بس، يعني يجي يبص فيبص كده فاهم. بس هو ده كل علاقتي بسليم. ما رحتيش قلتي له؟ لا في مرة كده كان هو جاي وانا كنت راجعة من المدرسة، وبعدين سلم عليا تحت، اخويا شافني راح قال لبابا خدت علقة بنت لذينة. وبعدها مفروض ما جاش عندنا تاني. كان عمر اقسم بالله. فاكرة أول جواب حب جالك؟ ما هو انا اديت لك موت. هو سليم ان شاء الله. انت اللي كتبت له جواب؟ انا كتبت وراح هو ردد عليا بصفحتي احنا الاثنين. كتبت له ايه وقتها؟ انا فاكره يعني انا كنت دافعه معايا طفله طفله يعني. واكيد انا ما قلتش بحبك لانه انا كنت اصغر. احنا خد بالك الوقت ده كان فيه براءه، فاللي هو بقول لك سلم عليا قعدت 4 ايام ما اغسلش ايدي وحط ايدي عند قلبي. طب هي اللي اخدت فنده اختي مره قاعده خليت بعد ما كنت صغيره اللي قهوه انت ماسكه ايدك 24 ساعه حاطه على قلبك. لا لا مفيش الكلام ده. مقتنع ان في حب من اول نظره؟ طبعا. حصلت معاك قبل كده؟ غير سليم؟ مرتين، مره قبل اوسا ومره اوسا. قبل اوسا كانت ايه، من داخل وسط فني؟ كانت خطيره الصراحه. بس الحمد لله. انا عارف هو مين. لا بس الله يستر عنك. انا دي يا وسه ما تبصش على الحلقه لو سمحت. خلاص راحت، خلاص ايام زمان. بص انا اتوترت. طيب حبيتي حد من طرف واحد قبل كده او اتحبيتي من طرف واحد؟ اتعاملت ازاي في الموقف ده وقتها؟ لا كانت موقف دمها تقيل. اولا في الجامعه كان في 2 صحاب انتيم، الاثنين جم قالوا لك، الاثنين كانوا بيحبوني، وانا الاثنين كانوا في فرقه تمثيل معايا وانا كنت بحبهم هما الاثنين فاهم. ف كان في مشاعر سنه رايحه لواحد فيهم يعني تمام. بس لا كانت مشكله لان الثاني اتجرح بقى وكانت ليله وكانت فيعني فركشت كل حاجه. قلت له وقتها احنا اصحاب وكده ولا كان في طريقه معينه علشان؟ لا كانت صاحبتي اسمها لميس الرابعة دي صاحبتي انتمتي هي ومي. هي اللي راحت اتكلمت معايا، انا ما اعرفش اتكلم. قلت لها انا مش عارفه اقول له ايه وبتاع. قالت لي سيبيني انا هتعامل. قلت لها اوكي اتفضل. قلبك اتوجع كام مره قبل كده؟ في ايه بالظبط؟ في الحب يكون في ايه يعني؟ هي مره يا حبيبي. والحمد لله ما اتوجعش تاني. لا اتوجع. قبل اوسا؟ طب مع اللي انا اعرفه؟ فعص مع اللي انا اعرفه. كم فنان طلبك للجواز قبل كده قبل عبد المنصف؟ بأمانة. لا مفيش حد. ولا حد؟ لا لا. ولا مرة؟ هي المرة إياها دي وكنا متفقين وما نفعش خلاص يعني معه.